السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، ولا تنسى أن تفعل الجرس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فادي البلتاجي من هاي داي. زي ما احنا شايفين الدنيا بتشتي، تمام، والجو ساقع جدا وفي برق ورعد زي ما الصوت واضح كده اهوت. بقى يعني بقالنا يومين في الموضوع ده، والأدولة بسم الله ما شاء الله ما فيهاش مشاكل. للاخوه اللي طلع برضه تهري تاني وتقول البيات الشتوي، اصل الأدولة بتنام في الشتاء، ما اعرفش ايه حكايه الأدولة اللي بتنام في الشتاء دي. انا مش عارف، انا الأدولة اللي بتنام في الشتاء دي، تمام، كل حاجه الصهب لها وقت انها تريح وتنام. ما اعرفش انا الكلام ده بيجيبوه منين، يعني انا مش عارف الكلام ده بيجيبوه منين. وزي ما شايفين احنا غرقانين ميه والدنيا بتشتي ميه اهي، والأزولة بسم الله ما شاء الله زي ما واضح في الصورة تمام، مفيش أي مشاكل. زي ما احنا قلنا في الفيديو السابق يقول لك لا، أصل الأزولة بتنام، نزل عمود المياه 5 سنتي وما تاخدش منها في الشتاء وحافظ عليها فترة الشتاء. طب احنا دلوقتي احنا في شهر 10، يعني لسه 10 و11 و12 و1 و2 و3، يعني بتتكلم في 5 شهور، هنقعد 5 شهور كده من غير شغل؟ 10 و11 و12 و1 و2 و3 ست شهور، هنقعد ست شهور من غير شغل؟ مش هنشتغل يعني؟ هنقفل؟ يبقى المزورة الأزولة كده يعني نشتغل فيها ست شهور في السنة، يبقى هنقعد نصرف المصاريف دي كلها عشان نعمل أحواض في الصيف، وبعدين تبص في الشتاء، أو نقعد ست شهور ما فيش شغل كده ونايمين وبنصرف عليها وواخدة مكان وواخدة أرض وواخدة إيجارات، إذا كان إيجارات ولا ومصروفها وتغذية كده من غير، يبقى الموضوع غير مجدي. زي ما قلنا يا جماعة، زي ما قلنا الأزولة هتشتغل فيها، والميه اهي زي ما واضح اهي، الجوطه اهي، الرطوبه اهي، الرطوبه دي 25 سم اهي، هتنزل في الميه اهي، الرطوبه اتبلت كلها، الرطوبه اتبلت كلها 20 25 سم رطوبه اهي، بقى اتبلت كلها، ما عادش الا حته صغيره بس اللي ما اتبلتش، تمام. عمود الميه 5 سم والكلام الفارغ ده ما انا صراحة ما بعترفش بيه خالص، واحنا شغالين اهو على المياه على 20 سنتي والدنيا بتشتي علينا وغرقانين مياه اهو. والفيديو ده انا مصوره النهاردة مخصوص عشان خاطر اثبت الناس ان انا شغال في الشتاء مش في الصيف، بس بقول لك لا، الفيديوهات دي صيفية والازولة ما بتشتغلش في الشتاء، الدنيا بتشتي اهو، انا غرقان مياه اهو، وبصور لكم الفيديو ده عشان ابين لكم ان احنا في الشتاء مش في الصيف، والفيديو ده في الشتاء مش في الصيف. زي ما واضح وقلنا ان الازولة هتشتغل فيها عادي في الشتاء، بس اهم حاجه تهتم بالتغذيه، لان التغذيه الحيوانيه باللي هي الروث الحيواني ما بيجيبش معاك نتيجه في الشتاء، لازم تشتغل بالمغذيات، تشتغل بالان بي كي، هتشتغل هتحط حديد، هتحط عناصر اللي هو الصغرى والكبرى، اذا كان ان بي كي والعناصر الصغرى، اذا كان حديد، اذا كان فوسفور، حتى كلها الحاجات دي كلها هتجيب عناصر الصغرى بتبقى سايله او تبقى بودر، وال بي كي طبعا قلنا فوق ال 60 جنيه عشان يبقى نوعيه كويسه. وبتضيف وبتعمل ال بي كي قلنا اسبوع رشه واسبوع اضافه في الميه 5 سنتي، 5 سنتي لكل متر، وفي ورشه 5 جرام على لتر ميه وترش على 4 على 5 متر. تمام؟ بالنسبه للعناصر الصغرى بتحطها ممكن مره واحده في الشهر، عناصر الصغرى مره واحده في الشهر. تمام؟ بيتحط ايه حسب النوعيه اللي هو جوده النوعيه اللي انت جايبها، من سنتي ل 5 سنتي لكل متر. هنكمل معاكم الفيديو معلش بالصوت، لان طبعا الدنيا شتت عليا وبهدلتني، فاضطريت انهي الفيديو وانزل، بس عشان طبعا الفيديو كده لقيته ناقص، المعلومه مش يعني مش واضحه وناقصه، فقلنا يعني اسجلها لكم صوت. بالنسبه قلنا للتغذيه، عشان التغذيه تبقى سليمه في الشتاء، اول حاجه اذا كنا هنحط روث الحمام، نشتغل في الشتاء بس روث حمام، بلاش مواشي، روث حمام عشان بيبقى فيه عناصر عاليه، يعني فيه عناصر كبرى وصغرى عاليه، تمام، غير العناصر الغذائيه، غير النترات اللي احنا بنبقى محتاجينها للنبات، ودي تبقى الاساسيه اللي هو نترات ونتريت. تمام، احنا بالنسبه لل هنجيب اللي هو زبد الحمام، هيتنقع في ميه، تمام، بننقع لكل متر في الحوض بيتنقع له، كل 2 متر بننقع لهم ربع من كيلو، لكل 2 متر بننقع لهم ربع كيلو. الزبل مثلا اللي احنا واحنا مثلا هنحط مثلا في الاجمالي اللي احنا عايزينه مثلا 10 كيلو، العبوه اللي اتحط فيها زبل الحمام يكون الربع، اقل من الربع الزبل والباقي ميه،
اقل من ربع الزبل والباقي ميه، وبيساب يوم اتنين تلاته. طبعا يفضل تاخد ميه من حوض الازولا لسرعه التحلل، وبتسيب الميه طبعا في الشتاء بتطول معاك شويه، ممكن تقعد لغايه اسبوع لغايه الميه ما تخضر، يعني ممكن اسبوع و10 ايام. المهم الميه تخضر تمام، يعني يبقى فيها نسبه خضار او صفار. لكن ما اوعى تحطها اذا كانت ضربت بني او اسود او كده، معنى كده ان حصل عفونه، ما تنفعش ما تستخدمهاش خالص، عشان هتعمل لك مشاكل في الحوض وهتعمل لك سموم وفطريات للدواجن والحاجات اللي هتاكلها. تمام، لازم الميه تبقى صفراء او خضراء. تمام، بناخد الميه ديت وبنبدا نحط الميه، ناخد الميه ونبدا نزودها للحوض. تمام، ناخد الميه بس ونزودها للحوض، وبعد كده الزبل بنزود عليه ميه تاني ونسيبه برده لغايه ما الميه تبدا تصفر تخضر تاني، ناخد برده ونزود لغايه الميه تتلاقى بعد كده ما عادتش ولا بتصفر ولا بتخضر، خلاص كده الزبل دوت. الباقي ده ممكن تاخده تستخدمه في الاشجار. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه بقى بعد كده التغذيه، اللي هو بالان بي كي. الان بي كي هنجيب الان بي كي وهنحط رشه كل اسبوع، رشه على الورق واسبوع اضافه في الميه. اضافه في الميه بنحط 5 جرام لكل متر. تمام، والرشه بيبقى 5 جرام للتر ميه بترش على 4 5 متر. تمام، بعد كده اهوت عندك عنصر الحديد، بنجيب عنصر الحديد وبنضيفه، ده بيتضاف مره ممكن كل شهر، عنصر حديد بيتضاف مره كل شهر. بعد كده في عندك لو عندك نقص كالسيوم او اي نوع من الكالسيوم، الكالسيوم الزراعي بنجيبه. تمام، وبنحط في برضه في الميه عشان نقص الكالسيوم. تمام، وبنمشي على كده على طول، وان شاء الله هيبقى التغذيه عندك ممتازه ومحترمه، وهيتلاقي عندك انتاج طول الشتاء. لو عايزين بقى نشتغل بالتسميد اللي هو اللي هو بتاع الحمام بس، عشان نوفر، عشان الاسمده غاليه وكده يعني، وعايزين نوفر، يبقى هنضطر نعمل حاجه اسمها فلتر بيولوجي. تمام، الفلتر البيولوجي ده حضراتكم احنا طبعا بنعمل، بناخد الزبل الحمام زي ما احنا عملنا في الاول بالظبط كده في الارض وفي الجردل، وبعد كده الميه بناخدها ما بنحطهاش في الحوض على طول. الميه دي طبعا بيكون اتحول فيها الامونيا لنترات. تمام، الامونيا بتكون اتحولت للنترات. بعد كده عايزين نحولها لنتريد عشان خاطر النبات يتغذى عليها، لان النبات بيعوز نتريد. فاحنا بناخد الميه دي بنحطها في جردل، في برميل تاني، بنحطها في برميل تاني، والبرميل ده يكون شغال فيه اكسجين وشغال فيه سخان، يدينا درجه حراره من 23 ل 30. تمام، بعد كده اهوت بنسيب الميه ديت لمده مثلا 7 ايام، ويكون الاكسجين شغال فيها والسخان يكون شغال فيها، بتتحول النترات لنتريد اللي هو الغذاء اللي بيبقى عايزه النبات. تمام، بعد كده بناخد الميه دي بنبدا نضيفها لحوض الازولا. كده نقدر نستغنى عن ان انت تجيب الان بي كي. تمام، وطبعا بيبقى هو زبل الحمام بيبقى فيه بعض العناصر الصغرى تبقى موجوده فيه، اذا كان الحديد، اذا كان الزنك، اذا كان الفوسفور، الحديد والكالسيوم، الكلام ده بيبقى فيها نسب، بيبقى موجود فيها نسب وبتفيد بتفيد النبات. تمام، فدي الطريقه المثلى عشان خاطر اذا كنت هتشتغل في الشتاء لازم حاجه تبقى عندك حاجه من الاثنين، يا اما هتشتغل تشتري الان بي كي والعناصر اللي هي الجاهزه، يا اما هتشتغل تشتغل بالزبل الحمام، بس هتضطر طبعا تجهزه بالطريقه اللي تقدر تفيد بيها النبات، لان طول ما الميه بتاعت حوض الازولا درجه الميه فيها اقل من 23، البكتيريا الناتو بكتيريا اللي بتحول لي النترات للنتريد بتبقى مش موجوده، بتموت او بتبقى متوقفه ومش موجوده، فما فيش تحول من النترات للنتريد اللي النبات عايزه. فانت قاعد تزود في سباخ، كل ما شويه تلاقي النبات حجمه صغير او ما بيكبرش، ولا كده تقعد تزود في سباخ، تعمل مشاكل وعفونه للجذور، لان كتر السباخ بيعمل مشاكل وعفونه في الحوض، فيعمل عفونه للجذور، يبدا الجذور تعفن، يبدا يحصل عليها ريم، تبدا تموت. بعد كده اهوت اللي هتلاقي الازولا عندك اتدمرت، ودي مشاكل الناس كلها في الشتاء، ان هو يلاقي الانتاج قليل، يقعد يقول لك ده ناقص التسميد، يقعد يعمل تسميد ويرمي، يقعد يعمل تسميد ويرمي، يجي يبص تلاقي الدنيا خربت معاه والحوض ضرب عفن. تمام، غير كمان ان بتبقى نسبه العفونه بتبقى كتيره في المنطقه، فتبقى بتحوي الحشرات وتدخلك في الحشره اللي بتعمل اللون البني اكتر طبعا، وتعمل لك مشاكل كتير. وطبعا ما تنساش رشه الحشره بتاعه اللون البني وقائيه كل 15 يوم، دي دايما ما تنساهاش في الشتاء اذا كنت هترش بالاف جي ان كي، او اذا كنت هترش بالتوم والشطه. وطبعا الطريقه موجوده في الفيديوهات بتاعه رشه الحشره. تمام، يا ريت كده الفيديو يكون تمام وتابعوا معانا. تمام،
وبعد كده اهوت بتشتغل في الشتاء عادي مفيش مشاكل، ومفيش حاجه اسمها بيات شتوي، مفيش حاجه اسمها الازولا سابت نام، الكلام الفرق ده كله مفيش. ومعلش الفيديو ده هيبقى اصلا شويه عشان الدنيا انا غرقت خلاص، استحميت ميه تمام. فكده تبقى المعلومه واضحه، انا بس حبيت اصور لكم في الشتاء عشان ده يبقى اثبات للكلام بتاعي مش الكلام الفارغ اللي هم بيقولوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.